الحركة بقت دلوقتي قليلة جدا بالنسبة لارتفاع الذهب، لأن مش أي حد دلوقتي بيقدر يشتري ذهب. كل الناس بتوفر عايزة مصنعية قليلة، كل بيدور على المصنعات القليلة بس، يعني الزباين كلها بتدور على الجنيه، على السبيكة، على الكسر، حاجات سوري تشيل إرشاء فيه، مش عايزة حاجة سوري تدفع مصنعات زيادة فيها. على سعر الذهب النهاردة عامل 1575 دعير 21 و 1350 عيار 18، ده بالنسبة ليوم الجمعة. نسبة اللي يكبرها نقول واحدة بس، نسبة الجرامات قلت، يعني اللي كان عايز يشتري حاجة الجرام كان ب 800 أو جرام بقى ب 1000، الجرام النهاردة عامل 1500 بس الإقبال واحد. أنت معاك فلوس تشتري ذهب اشتري. أنا النهاردة لو جبت ب 100,000 ذهب مثلا وجيت بعد فترة معينة من العمر أو بعد فترة معينة من الزمن ولقيت وأنا ببيع خسرت 20، مش هقول بقى أرقام، 20,000 لحد 20,000 خسرتهم، أنا برضو لو 100,000 بالفعل موجودين في إيدي مش هيقعدوا. الزبون مثلا كان الأول بيجي يسأل سعر الذهب النهاردة كام، دلوقتي بيخش خلاص ابتدى يفهم سعر الذهب في اللحظة اللي أنا فيها دي كام. محدش يبيع جرام أو يبيع أي شيء غير لما يكون مضطر لبيعه فقط لغير، لأن اللي هتتبيعه صعب جدا تعرف تحققه الفترة اللي جاية. حضرتك واقفة في المحل وشايفة الناس بتعرف سعر الحاجة تروح ماشية، ارتفاع السعر عمر الذهب ما ارتفع بالطريقة دي. والله كنت عايزة بستفسر عن أسعار السبائك الذهب وكنت عايزة أشتري السبائك والجنيهات ما بتخسريش فيها، يعني لو هتجيبيها ما انتش محتاجاها وشيلها على جنب وقت ما بتيجي مثلا محتاجاها هتبيعيها غالبا ما بتخسريش فيها، مش زي الذهب لما بيبقى فيه فصوص أو مصنعية. النهاردة جاي أشتري خاتم علشان الذهب طبعا في ارتفاع على طول، أنا كان معايا خاتم وبيعته قبل كده فقلت أجي أجيب بديل، لأن الذهب من كل لحظة كل ثانية بيغلى. الصبح كان ب 1150 ب 1550 دلوقتي ب 1575. السعر بيزيد ليه؟ عشان بقى دلوقتي الذهب بالساعه، دي حاجه يعني ما كناش متوقعينها ان هو يوصل بساعه، انا اعرف يوم لكن ان هو يوصل لساعه لا طبعا.